اوكي، السيشن بتاعتنا النهارده التايتل بتاعها DevOps for Absolute Beginners. دي الاديشن بتاعت 2022، ودي تقريبا السيفنث او الايث اتريشن للسيشن. انا اول مره اديت سيشن عن DevOps كان في 2016 في الافريكان ميدل ايستن كونفرنس فور سوفت وير انجينيرنج، وكانت السيشن جزء من سيشن عن الاجيل سوفت وير ديفلوبمنت. بعد كده السنة اللي بعديها السيشن بقت ديديكيتد للديفوبس بس، حتى كان اسمها The Road to DevOps، وكانت بتدي فكرة عن ايه هي الديفوبس، وكانت موجهة لبوث companies and individuals. بعد كده في زميلة لينا من الأردن كانت طلبت مني ان انا يعني اعمل سيشن ديديكيتد للانديفيديوالز فقط، وللناس اللي ما عندهاش فكرة خالص ايه هي الديفوبس وحابة تبرسو اكارير في المجال ده. فعملت السيشن دي بالتايتل ده، واعتقد ان دي السنة التانية او التالتة اللي اقدم بيها السيشن بنفس التايتل. فزي ما قلنا السيشن دي is dedicated to software professionals as individuals and not companies. فأنا الهدف مني أني أوصل الديفوبس لكل السوفتوير بروفيشنالز اللي إما هيشتغلوا بيها أو أوريدي شغالين بيها لكن حابين أن هم يزودوا معلوماتهم ويعرفوا إيه الجديد فيها. في آخر السيشن خالص هأناونس عن another session dedicated for companies، الشركات اللي عايزة تترانسفورم تو ديفوبس. I have a dedicated workshop للشركات، لكن السيشن دي dedicated للانديفيديوالز مش للشركات. الأجندة بتاعتنا بسيطة جدا، هانتروديوس نفسي الأول. هنتكلم شوي عن الـ IT world أو software development world كان شكله عامل إزاي قبل الـ DevOps، وبعد كده هنتكلم على الديفوبس ايه هي، ايه البراكتسز بتاعتها، ايه هي كمايند سيت، وايه التكنولوجيز اللي ممكن نستخدمها فيها. وبعد كده هنتكلم على المستقبل، ايه الحاجات اللي جدد في المجال بتاع الديفوبس، ومش بس ايه الجديد في المجال، لا كمان هنتكلم على المستقبل بالنسبه لك انت as a software professional. لو حابب انك تذاكر ديفوبس او تتعلم ديفوبس، ايه الحاجات اللي انت محتاج تقراها او تعرفها علشان تبرسو اكارير في المجال ده. نبتدي الاول ب very very quick introduction عن السبيكر. انا chief software engineer في Orange Innovation Egypt، frequent speaker في كذا مكان، دلتا تكنوبرنورز، ديفوبس دايز كايرو، افريكان امريكان، افريكان ميدل ايستن كونفرنس فور سوفت وير انجينيرنج، الاورنج ديف تست دايز، الجوجل ديفلوبر جروب، والجافا ديفلوبر جروب، اي مكانه بتعمل سيشنز، وكذلك الجافا ديفلوبر كونفرنس. ايه التوبكس اللي بحب اتكلم عليها واكتب عليها؟ اكيد طبعا الديفوبس، برضو في الاجيل واللين سوفت وير ديفلوبمنت، كلاود نيتيف ابس، والحاجات اللي بيوند ذات زي السيرفرلس اركيتكتشرز مثلا، السوفت وير اركيتكتشر، الجافا بروجرامينج لانجويج، الفري اند اوبن سورس سوفت وير، والارتفيشال انتليجنس اند ماشين ليرنينج. الاكسبيرينس بتاعتي، انا بقالي تقريبا 9 سنين في اورنج انوفيشن ايجيبت، فضل ربنا سبحانه وتعالى اي ديليفر 2 اوورد ويننج انوفيتيف سوليوشنز. اشتغلت في 2 ستارت ابس قبل كده، ساعدت ستارت ابس كتير جدا، وينر اوف ذا ديل هاكتريك 2022 يو اي يو اكس تراك، وكنا واخدين المراكز الاولانيه في الاي اي تراك، ومعايا ماسترز ديجري ان ارتفيشال انتليجنس من سنه 2012، ومعايا ماني اذر بروفيشنال سيرتيفيكتس. اوكي، تعالوا نبتدي السيشن، ونبتدي بالسوفت وير ديفلوبمنت اندستري
قبل ظهور الديفوبس. هنبتدي من البداية خالص من 1970 لما دكتور وينستون رويس نشر البيبر المشهورة بتاعته اللي اسمها Managing the Development of Large Software Systems، واللي عمل introducing فيها ليه الفيزز بتاعت السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل، واللي اتسمت بعد كده الووترفول ميثود. اوكي، دي كانت اول بيبر تتعرض فيها السيكوينشال ميثودولوجي تو سوفتوير ديفلوبمنت. وكمان وينستون رويس عمل كريتيسيزم للميثودولوجي دي، لكن طبعا الاندستري خدت the exact methodology Winston Royce عمل لها criticism، لأن هي كانت شبيهة جدا بإندستريز تانية بالذات المانيفاكتشرينج، وأصبحت بعد كده الستاندرد methodology اللي بتطبق في المشاريع يمكن إلى يومنا هذا، ويعتبر الكمبيتيتور الرئيسي ليها هو الأجيل سوفتوير ديفلوبمنت methodologies. كانت ايه عيوب الووترفول موديل؟ اول عيب السايلوز والهاند اوفز، ان انت في كل فيز من الفيزز بتاعه السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل الناس بتشتغل في عزله عن الناس اللي هتشتغل في الفيز اللي بعديها، و ذا اونلي انتراكشن او كوميونيكيشن ما بينهم هو عن طريق الهاند اوفز، ان كل فيز بتسلم الفيز اللي بعديها مجموعة من الأوتبوتس أو مجموعة من الأرتيفاكتس علشان تشتغل عليها. وده عيب خطير لأن مفيش كولابوريشن ما بين ناس وبعضها early on in the software development life cycle. المشكلة التانية في الووترفول هي الـ upfront everything، الـ requirements كلها بيتعمل لها elicitation وبيتعمل لها analysis و documentation upfront. السوفتوير ديزاين والاركيتكتشر بيتعمل اب فرونت، وكل ده بيبقى برون لانسرتينتي ومشاكل تانية. العيب الاخير هو ان الكاستمر بيشوف البرودكت تو ليت، ممكن الريكويرمنتس بتاعته تتغير، الماتوريتي بتاعته تتغير، الانديرستاندينج بتاعه يتغير، توقعاته تتغير، وهكذا. ففي الاخر يند اب بانه يستلم ا سوفت وير سوليوشن ذات داز نوت ميت هيز اور هير اكسبكتيشنز، وطبعا ده بيحصل بعد مده طويله جدا من الزمن. سنه 75 باسيلي وترنر نشروا بيبر اسمها Iterative Enhancement A Practical Technique for Software Development. هنا عرضوا methodology جديدة للsoftware development اللي احنا النهاردة بنسميها Iterative and Incremental Development أو IID. هي الwaterfall method بنفس الفيزز اللي فيها، لكن بدل ما السوفتوير بيتسلم كله Big Bang في آخر اللايف سايكل، لأ، إحنا بنسلم السوفتوير في شكل باتشز، وفي كل باتش بنعمل كل الفيزز بتاعت السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل من أول البلانينج لحد الديبلويمنت والمينتنس. والمفروض إن لو هنمشي صح، المفروض إن ما بين كل increment والتانية أو ما بين كل iteration والتانية المفروض يكون في feedback للiteration اللي بعديها، بحيث إن أي changes في الunderstanding، في requirements، في expectations etc. تتاخد بالاعتبار في الاعتبار في الiteration التانية. however still كان في challenges برضو في الانكريمنتال والإتريتيف ديفلوبمنت. أول حاجة إن من غير عامل ال أستاذنكم بس لو الناس تعمل كلها ميوت.
اوكي معلش نكمل. تمام، فكنا بنتكلم على عيوب الانكريمنتال والاتريتيف ديفلوبمنت. قلنا ان من غير العامل بتاع الفيدباك ما بين كل اتريشن والتانية كده احنا بقينا بنطبق ميني ووتر فولز، فبالتالي برضو ممكن اند اب في اخر المشروع بان الاند يوزر او الكاستمر استلم سوفتوير مش بيميت الاكسبكتيشنز بتاعته. البيزنس اند ديفلوبر كولابوريشن، مفيش حاجه في الانكريمنتال اند اتريتيف ديفلوبمنت بتقول ان لازم الناس كلها تكولابوريت مع بعضها في كل فيز من الفيزز بتاعه السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل حتى لو هتحصل بشكل اتريتيف. فبالتالي برضو دي كانت واحده من التشالنجز بتاعه الاي اي دي. الكواليتي ستيل التستنج في الانكريمنتال والاتريتيف ديفلوبمنت كان بيحصل في اخر اللايف سايكل بتاعه الانكريمنت، وبالتالي كانت الكواليتي شيء احنا بنهتم بيه في الاخر بعد ما بيكون السوفت وير اتعمل له ديفلوبمنت مش قبل، وبالتالي احنا كده كنا بنرلاي على الانسبكشن اند نوت البريفنشن بتاع الديفكتس. وطبعا احنا كنا قلنا البوينت دي في اول بوينت بتاعت الميني ووتر فولز، الفيدباك. بالرغم من ان الاي اي دي مبنيه على فكره ان لازم يكون في فيدباك ما بين كل اتريشن والتانيه بحيث ان يتعمل adaptation، however ده ما كانش فرض، فبالتالي ممكن تend up انك انت شغال mini waterfalls مفيش feedback وستيل هيبقى عندك نفس الكاستمر dissatisfaction في اخر المشروع. في 2001 اجتمع 17 computer scientist and software engineer and professional، وكل واحد فيهم كان إما عامل حاجة اسمها lightweight development methodology، يعني software development methodology لكن lightweight ما فيهاش الrules الكتير والcomprehensive documentation والرولز الكتير جدا اللي كانت موجوده في other software development methodologies. وكان في بعضهم التاني interested في الكلين كود والسوفتوير اركيتكتشر والسوفتوير انجينيرنج براكتسز، وكتبوا مع بعض حاجه اسمها المانيفيستو فور اجايل سوفتوير ديفلوبمنت. هم عباره عن 4 values و12 principle. هم اتفقوا مع بعض على ان دي better ways of developing software. و اللايتويت ميثودولوجيز دي كانت مبنيه على الاي اي دي، كانت معتمده على ان البلاننج والكولابوريشن والدليفري اوف سوفت وير هيحصل فريكوينتلي as soon as possible، وهيحصل عن طريق الكولابوريشن ما بين البيزنس والديفلوبمنت، وان لازم يكون في فيدباك ما بين كل ديليفربل والتاني بحيث ان احنا نميت الكاستمر ريكويرمنتس ونساتسفاي الكاستمرز. وطبعا كانت بتحط في الاعتبار كواليتي فيرست ابروتش. طبعا اتبنى على الاجيل مانيفيستو ليستد البراكتسز الكتير اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي، ودي سكرين شوت من الويب سايت بتاع الاجيل الاينس، واعتقد اسمها الاجيل براكتس سبواي ماب. لكن هل الاجايل حلت كل المشاكل؟ لا، يقال ان الاجايل كانت مركزه اكتر على ان هي تبريدج الجاب ما بين البيزنس والديفلوبمنت. However زي ما احنا شفنا في اخر software development life cycle خالص في الفيز بتاعت الديبلويمنت والمونيتورينج والمينتننس وهكذا، ودي اللي بيقوم بيها الاوبريشنز تيمز. فالاجايل ما تكلمتش صراحه على ازاي العلاقه ما بين الديف والاوبس
ممكن تمشي بحيث ان الوولز او الجابس اللي ما بينهم الاثنين تتكسر هي كمان زي ما اتكسرت ما بين البيزنس والديفلوبمنت. ويمكن الصورة اللي قدامكم دلوقتي دي بتعبر عن شعور كل software professional شغال في الديفلوبمنت بتاع project او product ايه الحاجات اللي هو او هي بيعاني منها. مشاكل زي الحاجة تضرب على testing environment لكن تكون شغالة كويس على الديفلوبمنت environment، وهكذا على الليفل بتاع الانفايرومنتس التانية. قصة ان الديفلوبرز ساعات بيسلموا شغلهم والدوكيومنتيشن بتاعته اما مش موجودة او outdated، فبالتالي الناس بتوع الاوبريشنز بيحتاسوا في الترابل شوتينج، بيحتاسوا في الانستوليشن، بيحتاسوا في الكونفيجريشن. وكذلك العكس صحيح، لما بتحصل مشكلة على البرودكشن وبيطلب من الديفلوبرز ان هم يعملوا لها ترابل شوتينج او ديبوجينج او تريسينج برضو بيحتاسوا شوية، لأن الانفايرومنت على البرودكشن بيبقى عادة much more complex and different than that of البرودكشن. وده كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي بالتبعية بتعمل مشاكل لناس تانية، بتعمل مشاكل للاند يوزرز، بتعمل مشاكل للكاستمر سيرفيس، بتعمل مشاكل للادمنستريتورز والبروجكت مانجرز وهكذا. فبالتالي مشكلة ان في حيطة كبيرة ما بين الديف والأوبس مش بس عاملة مشاكل ما بينهم الاثنين، لا هي عاملة مشاكل لأي ستيك هولدر لسوفتوير برودكت أو سوفتوير بروجكت. طيب كلنا عارفين يعني ايه developer، يعني ايه tester، يعني ايه business، لكن ممكن يكون في كتير من الناس مش aware به يعني ايه operations. انت بتقول DevOps، Ops دي ايه معناها بالظبط؟ ده ال definition اللي موجود على الويب سايت بتاع IBM، بيقول ان IT operations more commonly referred to as IT operations or IT ops is the process of implementing, managing, delivering and supporting IT services to meet business needs of internal and external users. فده definition ان هي process بن manage بيها وبن deliver بيها وبن support بيها ال IT services اللي الشركة بتاعتي بتقدمها. الـ IT services دي ممكن تكون في شكل application بتقدم value للـ end users بتوعي أو الـ customers بتوعي. طيب إيه الهدف من الـ process دي؟ إن هي تميت الـ business needs بتاعت الـ internal and external users. الـ development teams اللي بتdevelop الـ software وعايزة توصله لإيد الـ end users وتتأكد إن الـ software ده available ومانجبل وبيبرفورم وبيسكيل وبيتعمل له باك ابس وهكذا، دي نيدز للانترنال يوزرز اللي هم الديفلوبرز، وكذلك الاكسترنال يوزرز زي الاند يوزرز، وفي بعض الاحيان كمان الانترنال يوزرز دول ممكن يبقوا كاستمر سيرفيس، البيزنس وهكذا. فدي وظيفه الاي تي اوبريشنز as per الديفينيشن بتاع اي بي ام. تك تارجت كيت بروسك ديفينيشن تاني، اي تي اوبريشنز انكلود ادمنستريتيف بروسيسز وذ سبورت فور هاردوير اند سوفتوير. امبورتنت رولز اوف اي تي اوبريشنز تيمز انكلود تك مانجمنت، كواليتي اشورنس، انفراستراكشر مانجمنت اند كونفرميشن ذات فينيشد برودكتس ميت اول ذا كاستمرز نيدز اند اكسبكتيشنز. ديفينيشن شبيه قوي باللي فات، however في شوية roles ما كانتش mentioned في اللي فات، plus ان هو بيفصص كلمة IT services into the hardware and the software dedicated towards offering or delivering these IT services.
ايه الكومن رولز اللي موجوده في الاي تي اوبريشنز اس بير الدايجرام ده من بي ام سي. كل الرولز اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي ممكن تقع تحت بند الاي تي اوبس. اكيد في كتير منها فاميليار بالنسبه لكم وفي منها جديد او مستحدث لما الكلاود ابتدت تبقى يعني a popular place for hosting software. وهنا بنقول ايه الresponsibilities او typical responsibilities بتاعت الIT operations. Monitoring الIT servers and systems. Overseeing upgrades and installations. Resolving help desk escalations, developing department policies, etc. كل دي بتقع تحت الـ responsibilities بتاعت الـ IT Ops. احنا لسه في الهيستوري واتكلمنا عن الـ Agile Manifesto وقلنا ان الـ Agile Manifesto عمل addressing للعلاقة ما بين الـ business والـ dev لكن ظلت مشكلة ما بين الديف والأوبس. في سنة 2008 يتقابل باتريك ديبوا من بلجيكا واندرو كلاي شافر في كونفرنس وكان وقتها اندرو كلاي شافر عامل سيشن اسمها تقريبا اجل انفراستراكشر ما حضرهاش بس غير باتريك ديبوا وكان انترستد جدا جدا فيها وبعد كده ابتدوا يتكلموا مع بعض عن المشاكل بتاعت الاي تي اوبس تيم مع السوفت وير ديفلوبمنت تيمز ويمكن باتريك ديبوا كان بيحكي ان هو قبل 2008 كان بيشتغل از سيستم ادمنستريتور في مشروع كانوا بيعملوا مايجريشن لديتا سنتر للحكومه البلجيكيه وعانى كتير جدا جدا من المايجريشن دي لكم أن تتخيلوا أكيد السوفتوير ده كان سوفتوير بقاله شغال سنين وارد جدا تكون التيمز اللي كانت شغالة عليه ما عادتش موجودة الدوكيومنتيشن اللي مكتوبة بقت outdated وكانت مكتوبة يمكن tightly coupled مع الانفراستراكتشر اللي كان السيستم ده قايم عليه فبالتالي لما او الهاردوير اللي كانت قايمه عليه فبالتالي لما جم يعملوا المايجريشن عانى بقى باتريك ديبوا من التجربه دي. بعد المقابله دي في 2009 كان في الفيلوسيتي 2009 كونفرنس وجون ألسبا وبول هاموند كانوا عاملين ان انترستينج سيشن لفتت انتباه باتريك ديبوا كان اسمها 10 بلس ديبلويز بير داي Dev and Ops Cooperation at Flickr. ومن هنا جاء مصطلح Dev and Ops من التايتل بتاع السيشن دي. ف السيشن عجبت باتريك وكان حابب ان هي تتعمل في بلجيكا فاتفقوا ان هم يهوستوا يعني an event في بلجيكا واتفقوا ان هم هيسموه الديفوبس دايز وحتى طلع الهاشتاج على تويتر واتعمل بالفعل الايفنت ده later in 2009 ومن هنا حصل انسبشن للديفوبس دايز ومن هنا ابتدت الموفمنت بتاعت الديفوبس عشان تكسر الوول اوف كونفليكت اللي ما بين الديف والاوبس وتكمل الحلقة اللي كانت ناقصة في Software Development Lifecycle بحيث إن من أول الIdeation أو من أول الInception بتاع فكرة لحد ما الفكرة دي تبقى Realized وDeployed on Production كل ده يبقى معتمد على الCooperation والIntegration والCommunication والAutomation ما بين All Stakeholders of the software development life cycle. في 2010 جيس هامبل وديفيد فاريلي عملوا publishing لكتاب اسمه Continuous Delivery ويمكن دي كانت البراكتس اللي ناقصه في الاجيل سوفت وير ديفلوبمنت براكتسز علشان
برضو تكمل الحلقة الناقصة في الأجل software development يعني practices علشان تكمل بقى إيه الحلقة ويكون كده كل الناس اللي involved في software development life cycle من أول البزنس لحد الأوبس covered by practices that ensure communication, integration, collaboration and automation between the stakeholders دول. ومن هنا ابتدت الـ DevOps movement وبكده نكون عملنا covering للهيستوري. شفنا مع بعض ابتدينا ازاي بالwaterfall ومشاكله, اتنقلنا للـ IID, بعد كده للـ Agile, وبعد كده للـ DevOps. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن الـ DevOps ونبتدي بـ A definition. ايه هي الـ DevOps؟ يمكن احلى ديفينيشن قريته للديف اوبس هو الديفينيشن اللي كان على ويكيبيديا في 2017. الديفينيشن بيقول ايه, وانا عامل هنا اندرلايننج ليه الموست امبورتنت كي ووردز اللي احنا محتاجين ناخدها في الاعتبار عشان نفهم فعلا الديف اوبس هي ايه ونفهم برضو هي مش ايه. طيب الديف اوبس is a culture, movement or practice that emphasizes the collaboration and communication of both software developers and other IT professions while automating the process of software delivery and infrastructure changes. إذن هي culture, movement أو practice بتشجع الـ collaboration والـ communication اللي بين الـ developers وأي information technology professional تاني عن طريق automating the processes بتاعة الـ software delivery والـ infrastructure changes. إذن زي ما قلنا, زي ما الـ agile جت to bridge the gap between business and dev, الـ DevOps جت علشان to bridge the gap ما بين الـ dev and ops. طبعاً الـ ops بمختلف الرولز والتايتلز بتاعتهم اللي شفناها في السلايدز اللي قبل كده. برضو الدايجرام ده انا بحبه جدا. زي ما قلنا في العيوب بتاعت الووتر فول, مشكلة الووتر فول ان هي كانت مبنية على كونسبت ان الناس في كل فيز بيشتغلوا في عزلة عن الفيزز اللي بعد كده, والتعامل ما بينهم بيبقى عن طريق الهاند اوفز. فبنعتبر ان ما بين كل فيز والتانية كان في زي حيطة wall of conflict, والاجايل جت علشان تكسر الحيطة اللي ما بين البيزنس والديفلوبمنت. فبقوا بدل ما هما شغالين بنظام الهاند اوفز بقوا شغالين بنظام الكولابوريشن on a daily basis زي ما الاجيل 12 principles بتقول. وبعد كده جت الديف اوبس علشان تكسر الحيطة اللي ما بين الديف والاوبس, بحيث ان برضو الشغل ما بينهم ما يبقاش بس عن طريق الدوكيومنتيشنز والهاند اوفرز وهكذا, لا يبقى في كولابوريشن ما بينهم ومن بعض من اول المشروع وثرو اوت المشروع. هنتكلم دلوقتي على الـ DevOps from three perspectives. The perspective of the mindset, the perspective of practices, and the perspective of technologies. إيه الـ mindset بتاعت الـ DevOps؟ إيه الـ practices بتاعت الـ DevOps؟ وإيه الـ technologies اللي أنا ممكن أستخدمها في الـ DevOps؟ نبتدي بالـ mindset. الـ Calms model, وهو abbreviation لCulture, Automation, Lean IT, Measurement and Sharing, يعتبر هو أحسن توصيف لDevOps Mindset, wherein البيس بتاعتها أو القاعدة بتاعتها هي الCulture, والعواميد بتاعتها اللي قايمة عليها هي الAutomation والLean IT والMeasurement والSharing. تعالوا نتكلم على كل واحدة فيهم بالتفصيل, وده يمكن أهم جزء في السيشن كلها. يعني كل الحاجات التانية سهلة, البراكتسز والأوتوميشن كل ده سهل, لكن without the right mindset you can never
do the practices and the automation right. زي كده في الأجايل، لو أنت ما عندكش the right mindset، الأجايل هتبقى ما هي إلا مجموعة meetings بنعملها في أوقات معينة ومجموعة practices بنعملها، لكن مش حاسين بالvalue بتاعتها. وفي الحالة دي ممكن تكون البراكتسز دي actually an overhead of no value whatsoever. طيب. نبتدي بالكالتشر. DevOps isn't simply a process or a different approach to development. It is a culture change. A major part of a DevOps culture is collaboration and embracing failure. فأنت علشان تبقى بتembrace the right culture in DevOps، أهم عاملين فيها هي الكولابريشن وإنك تإمبريس الفيلير. ويمكن إمبريسنج فيلير ده اللي أصبح دلوقتي له مصطلح حديث، ألا وهو السايكولوجيكال سيفتي، إن أنت تخلي الناس عندها سيفتي إن هي تفيل. وده مهم جدا جدا، لأن من غير الكولابريشن يبقى هنرجع تاني لنظام السايلوز ونظام الهاند اوفس، يبقى ما استفدناش حاجة من الديفوبس. فدي كده القاعدة اللي مبنية عليها الديفوبس. طيب نتكلم بقى على العواميد. أول عمود هو الأوتوميشن. الديفوبس مبنية على الأوتوميشن، إن إحنا نإليمينيت ريبيتيتيف مانيوال ورك زي البيلدز والتستس والديبلويمنتس والبروفيجنينج بتاع الديفرنت كومبوننتس بتاعت الانفراستراكشر بتاعتي، بحيث ان العمليه دي تكون اسرع وتكون كونسيستنت ما فيهاش اخطاء. ويمكن روبرت مارتن في واحده من المحاضرات بتاعته اي ثينك كان التايتل بتاعها We need professionalism from software professionals. كان بيقول إن the software development industry نجحت في النهاية to automate all other industries. لكن من المؤسف إن الطريقة اللي إحنا بنطلع بيها software اللي بنعمل بيه automation للناس التانية، جزء كبير منه بيطلع بشكل manual. Deployments بتحصل بشكل manual. التستنج بيحصل بشكل مانيوال، في بعض الأحيان البيلدز لازالت بتتعمل بشكل مانيوال. فشيء يحزن جدا إن نبقى إحنا بنأوتوميت العالم كله لكن البروسيسز بتاعتنا والبراكتسز مش أوتوميتد. اللين آي تي، اللين ثينكينج هي systematic approach towards maximizing customer value while minimizing or eliminating waste and adopting a continuous improvement mentality. علشان تبقى بتpractice DevOps صح، لازم يكون فكرك في كل حاجة انت بتعملها في البرودكت والبروسيسز موجهة ناحية انك انت توصل أكبر قدر من الفاليو ممكن للكاستمرز في أسرع وقت ممكن بأقل خسارة، وتبقى دايما بتحسن، بتحسن في البرودكت وبتحسن في البروسيسز وبتحسن في الناس اللي بتنتج البرودكت ده. فعلشان تبقى بتأدوبت الديفوبس مايندسيت صح، لازم تكون كمان بتأدوبت اللين ثينكينج. الميجرمنتس، الديفينيشن اللي قدامها بيقول It's hard to prove your continuous improvement efforts actually improve anything without data. لازم يكون في مسطرة بنقيس بيها الحاجات اللي احنا بنعملها في الديفوبس أدوبشن بتاعنا أو في أي حاجة احنا بنعملها بوجه عام. قررت ان انت هتعمل براكتس معين زي مثلا الكونتينيوس ديليفري، قررت ان انت هتستخدم تكنولوجي معينه زي جيت هاب مثلا او جينكنز. طيب ايه اللي يقول ان البراكتس ده او التكنولوجي دي فعلا عملت ماكسمايزنج للكاستمر فاليو وقللت الويست؟ مش لازم يكون في مسطره
بنقيس بيها، والمسطره دي داتا. مثلا احنا بنعمل كام ديبلويمنت بير داي، احنا الافريج تايم اللي بنوصل بيه الفاليو للكاستمر قد ايه، الاماونت اوف فيليرز اللي بتحصل عندنا قد ايه، ايه الاماونت اوف باجز اللي بنكتشفها في البرودكشن، وهكذا. لازم يكون عندنا ميجرمنت نقيس بيه احنا ماشيين في الطريق الصح ولا لا. واخر حاجه الشيرنج، قلنا ان ديفوبس is about breaking walls and removing silos. فبالتالي احنا ليه بنعمل كده اصلا؟ ايه الهدف من كل ده؟ ان احنا نأدوبت او نإمبريس a culture of sharing، ان تنقل المعلومات ما بين الناس وبعضها بيتم بشكل شفاف، وان المعلومات بتبقى available بسهولة للناس كلها، وان في communication سلسة ما بين الناس وبعضها. لما الناس زي ما الأجايل بتقول البيزنس والديف والأوبس يبقوا شغالين مع بعض on a daily basis كده، الكوميونيكيشن ما بينهم بقت أسهل وأسرع، وبقى فيه transparency شفافية، وبقى فيه availability أكتر. أقدر لما أحب أسأل حد في حاجة ألاقيه على طول وأخد منه الانفورميشن. ومش بس على level people، الشيرينج ده لازم يكون كمان على ليفل البروسيسز والتولز. إذن هي دي الديفوبس مايند سيت. It's about culture, automation, lean, measurement and sharing. إضافة مني، ويمكن بقى في articles دلوقتي يعني بتتكلم على القصة دي. The DevOps mindset is also about the shift left mindset. ايه هي shift left mindset؟ زي ما شفتوا في الـ traditional waterfall approach، quality comes last. يعني احنا بنعمل validation و verification، بنتأكد ان احنا we've developed the right software we've developed the software right. في الاخر خالص، بعد ما بنكون عملنا development للsoftware. في حين ان الشيفت ليفت مايند سيت بتقول لك ان احنا عايزين نباي اتنشن تو كواليتي ايرلي اون ان ذا سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، بحيث ان احنا نقدر نكابتشر ديفكتس من مرحله البلاننج والديزاين. وطبعا ارخص بكتير جدا انك انت تصلح مشكله ولسه الحاجه اون بيبر او على دايجرام، اسهل من لما تبقى الحاجه في شكل كود، وأسهل من إن الحاجة تبقى في صورة binary distribution deployed على some environment. كل ما أنت تأخرت في اكتشاف المشاكل، كل ما أنت الكوست بتاع تصليح المشاكل بيبقى أغلى. The shift left mindset is also about prevention as opposed to inspection. بمعنى إن إحنا عايزين نتجنب أصلاً إن تحصل مشاكل، مش ان احنا بس يبقى عندنا القدرة على اكتشاف المشاكل. ويمكن في مقولة مشهورة لواحد من اللي عملوا التويوتا برودكشن سيستم، كان اسمه شينجو، يعني قال بما معناه ان inspection to يعني find defects is waste، لكن inspection to prevent defects is necessary. إذن كده عملنا covering للمايندسيت، وده الشيء اللي انت لازم تركز فيه طالما قررت انك هتخش المجال ده او انت already بتشتغل فيه. It's never too late انك انت تadopt the right mindset. وbelieve me, adopting the right mindset بيفرق جدا جدا فيك انت as an individual لما هتتعلم المجال ده، وفي التيم او الشركه او البرودكت اللي انت هتطبق فيه الديفوبس. بتفرق كتير جدا جدا، زي ما بتفرق برضو مع الاجيل سوفت وير ديفلوبمنت. نتكلم دلوقتي على البراكتسز بتاعه الديفوبس. اول براكتس في الديفوبس هو الديفوبس بايبلاين. اوكي، ده شكل البايبلاين، هو مجموعه من الفيزز بتماب ليه السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل فيزز.
وفي جزء منها بيبقى ديديكيتد للديفلوبمنت تيم وجزء تاني ديديكيتد للاوبريشنز تيم. طب هتقولوا لي طب ما يعني ايه الجديد؟ يعني ليه ده اسمه ديفوبس بايبلاين؟ يعني ما دي الفيزز الطبيعيه بتاعه السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. هقول لك ان ميزه وجود البراكتس ده انك انت بعد كده بتسقط كل البراكتسز التانية والتكنولوجيز والتولز على كل فيز من الفيزز دي، وبتاخد في الاعتبار ايه اللي يخص الديفلوبمنت والتستنج تيمز والبزنس تيمز كمان، لان احنا عندنا هنا الجزء بتاع البلاننج، وايه اللي ممكن يخص بس الاوبريشنز تيمز، وبحيث ان احنا نشوف مع بعض بقى ازاي نقدر ايه يعني نأوتوميت الفيزز دي وإيه البراكتسز اللي ممكن نعملها علشان نشجع الكولابوريشن وهكذا ما بين الديف والأوبس تيمز. ويمكن الصورة اللي قدامكم دي بتوضح اللي أنا بقوله. ده مابينج ما بين الديف أوبس بايبلاين الفيزز اللي فيه وإيه ممكن التاسكس أو براكتسز أو التكنولوجيز اللي بتستخدم في كل فيز من الفيزز بتاعت البايبلاين. عايزين هنا نقول ملاحظة ان سبب استخدام كلمة بايبلاين هو في الاصل جاي من اللين ثينكينج. لين ثينكينج is about establishing حاجة اسمها الفلو، خلاص، بحيث انك انت من اول اللايف سايكل لحد الاخر ما يبقاش فيه dependencies ويبقى الفاليو بيفلو سيملس من الأول للآخر من غير أي حاجة تعطل الفلو ده. فده برضو كونسبت مهم جدا جدا، إنك أنت بتبص إن البايبلاين ده شيء لازم يكون ماشي كونتينيوس من غير أي عطلة، أوكي، باستخدام التكنولوجيز اللي قدامنا، سورس كود مثلا، ريبوزيتوري، سي اي سيرفرز، تيست سويتس، ارتيفاكت ريبوزيتوريز، اتسترا، والتاسكس اللي المفروض تحصل عند كل فيز من الفيزز دي. براكتس التاني في الديف اوبس اللي احنا بنسميها الفايف سيز اوف ديف اوبس هي سيت اوف براكتسز ان سوفت وير ديفلوبمنت ذات ار اوف ريبيتابل نيتشر اند كان بي اوتوميتد تو انكريس كواليتي اند برودكتيفيتي. Practices دي هي Continuous Integration, Testing, Delivery, Deployment and Monitoring. هنشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل دلوقتي. طبعا اللي عنده فيكو خبرة في الأجاي هيعرف إن Continuous Integration والTesting كانت حاجات موجودة من قديم الأزل في Extreme Programming. وزي ما اتفقنا بعد كده في 2000 يعني بعد 2009 طلع مصطلح الكونتينيوس ديليفري اللي انبثق منه مصطلح الكونتينيوس ديبلويمنت، فاصبحت دي الايه البراكتسز الجديده اللي بتشجعها دلوقتي الديف اوبس. وعلى فكره الكونتينيوس ديليفري دلوقتي والديبلويمنت اصبحت برضو براكتسز من البراكتسز بتاعت الاجايل سوفت وير ديفلوبمنت. يبقى يمكن البراكتس بقى اللي هنقول عليه مخصوص للديف اوبس هو الكونتينيوس مونيتورينج، لان ده شيء بيحصل على البرودكشن. تعالوا نتكلم على اول سي من الفايف سيز، الكونتينيوس انتجريشن. كونتينيوس انتجريشن هي بيزيكلي براكتس اوف ميرجينج اول ديفلوبرز وركينج كوبيز تو ا شيرد مين لاين سيفرال تايمز ا داي. يعني هو سيرفر، خلاص، زي ما اكستريم يعني زي ما كان بيك الف اكستريم بروجرامينج سيرفر، الشغل بتاع الديفلوبرز بيتجمع عليه وبيتعمل له ميرجينج سيفرال تايمز ا داي، كذا مره في اليوم. اللي اخترع المصطلح ده كان جريدي بوش في سنه 91. هاويفر البراكتس بقى popular وتعمل له adoption عن طريق extreme programming اللي اخترعها mainly Kent Beck مع Ward Cunningham في منتصف التسعينات. اللي على اليمين قدامكو دي 12 practices of extreme programming. هنلاحظ ان في مصطلحات كتير اكيد
يعني familiar بالنسبة لكم زي الـ Test Driven Development, الـ Pair Programming, الـ Simple Design, الـ Refactoring وهكذا. وحنلاقي فيه هنا اتنين practices مهمين جدا جدا, هما الـ Continuous Integration اللي بنتكلم عليها من شوية, وكذلك الـ Small Releases اللي الناس بتقول إن هي كانت البذرة بتاعت فكرة الـ Continuous Delivery والـ Continuous Deployment. ويمكن Extreme Programming عن طريق الـ Continuous Integration كانت أول Agile Methodology تشجع الـ Developers إن هم يintegrate شغلهم مع بعضهم أكتر من مرة في اليوم, وياريت تبقى عشرات المرات في اليوم. إيه اللي بيحصل في الـ Continuous Integration؟ مفروض إن الـ Developers بشكل Continuous بيكوميتوا أو بيبوشوا الكود بتاعهم للـ Source Control, ده المفروض يتريجر Build, يتريجر Automated Tests, يحصل Feedback من الـ Tests والـ Builds, و if we have a good build, الـ good build دي تبقى جاهزة كده للفيز اللي بعديها ألا وهي الـ Continuous Delivery. فإذا الـ Continuous Integration mainly هي إن أنا كـ Developer بـpush الكود بتاعي باستمرار على Source Control, ده بيتريجر Builds بشكل Continuous, الكود بيتكمبايل, ممكن يتعمل عليه some sort of inspection زي Linting أو Static Code Analysis, بيتعمل عليه Testing, وكل ده بيرجع في الآخر للديفلوبمنت تيمز في صورة فيدباك عن إيه التستس اللي عملت باس, وإيه الفولنرابيليتيز اللي موجودة في الكود أو السميلز اللي موجودة في الكود. لو عندنا a good clean build يبقى كده إحنا جاهزين للحاجة اللي بعد كده ألا وهي الإيه الريليسينج اللي المفروض إنه بيحصل فيه الـ continuous delivery. طبعاً في ناس كتير هنا هتقول إيه احنا عندنا كل الحاجات دي بس ما عندناش تيستين. طيب يبقى انت الـ Continuous Integration Practice بتاعك ناقص مش كامل, وعلشان تستفيد من الفايدة بتاعته بشكل كامل لازم يبقى عندك an automated test suite بيرن بعد كل build. في ناس برضو ممكن تقول لك طيب احنا عندنا version control وعندنا CI لكن احنا مش بنبوش كل شوية, احنا مثلا بنبوش لما الكود بيبقى stable. برضو دي anti pattern لان هو الهدف ان كل الكلام ده يرن continuously وان يرجع لك continuous feedback من CI server. لو انت بتعمل commits late يبقى كده الفيدباك اللي هيرجع لك هيبقى متأخر برضو, يبقى كده ما استفدناش حاجة من continuous integration. نموف على الـ Continuous Delivery. دي a software engineering approach in which teams produce software in short cycles, ensuring that software can be reliably released at any time and when releasing the software without doing so manually. طبعاً without doing so manually دي هي الفرق ما بين الـ Delivery والـ Deployment. الـ Deployment لما تبقى عملية الـ Delivery بتحصل in an automated manner. لكن لو الاوتوميشن ده مش موجود يبقى it's still software delivery بس it's not continuous deployment. طيب basically البراكتس ده هو ان انت as a development team و as an operations team برضو يبقى عندك القدرة على انك وقت ما تبقى عايز تديبلوي السوفتوير وتخليه available للناس انك تقدر تعمل كده. مش شرط تكون بانترفال معينة, لكن المهم ان وقت ما البيزنس يقول يا جماعة انا عايز الفيتشر 1 2 3 4 تتريليس ان ده يكون بوسيبل في اي وقت وبسرعة وباي فريكونسي. هي دي الكونتينيوس ديليفري. وزي ما كنا بنتكلم في الكونتينيوس انتجريشن للأسف تيمز كتير جدا جدا بنشوفها مطبقة الكونتينيوس انتجريشن بنسبة كبيرة قوي قوي قوي, لكن نادر وقلما تلاقي تيمز مطبقة الـ Continuous Delivery والـ Continuous Deployment صح, قلما
Continuous Deployment زي ما اتفقنا هي هي الـ Continuous Delivery، لكن الـ Deployments بتتم بشكل Automated مش بشكل Manual، وده طبعا بيخليها ايه ممكن تتم بشكل أسرع من الطريقة طبعا الـ ايه المانيوال. طبعا نسمع عن كلمة CICD أو CICD Pipeline، يعني عادة ايه الناس تقولك احنا عندنا CICD Pipeline عاملينه بجت لاب او بجينكنز او بترافيس او بسيركل سي اي whatever. اوكي، this is another practice in DevOps، هو عباره عن الكومبينيشن between continuous integration and continuous delivery بحيث ان يتعمل بيهم a DevOps pipeline زي ما اتفقنا. يبقى عندك كده زي سيرفر واحد او سيرفرين بيضمنوا ان انت من اول ما بتبوش الكود بتاعك لحد ما الكود ده بيوصل ليه تيستينج ستيجينج برودكشن، العمليه دي بتتم بشكل فلو سيملس، فيش اي حاجه بتعطله، وبشكل توتالي اوتوميتد. البيلدز والتيستس والديبلويمنتس والكونفيجريشنز كل ده بيحصل بشكل اوتوميتد، فيبقى الموضوع في شكل فلو ماشي في بايب لاين. الدايجرام ده بيوضح ايه الفيزز في الديفوبس بايب لاين اللي تعتبر بتطبق الكونتينيوس انتجريشن، وايه الفيزز اللي تعتبر بتطبق الكونتينيوس ديليفري، ويمكن هنشوف قدام دايجرام تاني شبيه بده على الديفوبس بايب لاين. واحده من البراكتسز التانية اللي في الديفوبس هي الديبلويمنت ستراتيجيز، والديبلويمنت ستراتيجيز دي هي ممكن تعتبر practice من ال practices اللي في ال continuous delivery وال continuous deployment. هي الطريقة اللي أنا بتشينج أو بأبجريد بيها ال application بتاعتي بحيث أني أقدر أعمل كده من غير downtime يقدر اليوزر يحس بيه. وفي deployment strategies كتيرة جدا جدا، يمكن من أشهرها الـ Rolling Updates، الـ Blue Green Deployments، الـ Canary Releases، الـ AB Testing وهكذا. طبعاً كل واحدة فيهم ليها ميزة وعيب. يمكن الـ Diagram ده أنا واخده من على Container Solutions بيوضح الفروقات ما بين كل واحدة والتانية. أسيبكوا طبعاً الـ Slides موجودة على Slide Share، أسيبكوا تقروا فيها، ولو حد عنده أي أسئلة الـ Contacts بتاعتي موجودة. لكن anyway المهم ان يبقى فيه الunderstanding بتاع ان continue deployment strategies are a DevOps practice اللي بيemphasize الطريقة اللي احنا بندليفر بيها السوفتوير بتاعنا بحيث ان السوفتوير ده لما يتديبلوي ويتريليس اليوزر ما يحسش بأي فرق خالص، يعني ما يبقاش فيه اي downtime او اي شيء noticeable. من ضمن البراكتس التانية الفيتشر توجلينج اللي هي تكنيك بيسمح لأي اي تي بروفيشنال انه يتوجل فيتشرز اون اند اوف without changing the code، ودي ليها اربع طرق، يمكن اشهرهم الاكسبيرمنت توجلز والاوبس توجلز والبرميشننج توجلز. انت ممكن يبقى عندك زي باك اوفيس ابلكيشن بتسويتش بيها on و off الفيتشرز زي ما انت عايز على يوزرز معينة مثلا، ممكن يكون الكلام ده automated عن طريق type of users اللي عندك، يوزر مثلا premium غير يوزر regular، ممكن الكلام ده يتم عن طريق مثلا canary releases او AB testing ان في مجموعة من الفيتشرز تكون متاحة لناس ومجموعة تانية من الفيتشرز متاحة لناس تانية علشان انت بتعمل A-B testing. وفي الrelease toggles اللي انت ممكن تعملها على level الايه الـ source control بتاعك، انك انت تنقي فيتشرز معينة يتعمل لها deployment وفيتشرز تانية ما يتعمل لهاش deployment. ففيتشر toggling is another DevOps practice وممكن يتطبق يعني من أول المرحلة بتاعت الـ Continuous Integration لحد ما software يوصل للـ Users ونقدر نسويتش on and off features based على rules
متحدده او بيست على باك اوفيس ابلكيشنز او سيستم ادمنستريتورز ممكن يعملوا سويتش اون واوف, او بيست على رولز انت عاملها في الترافيك روتينج ان في مجموعه من اليوزرز يروحوا لوان فيرجن اوف ذا اب وانذر جروب اوف يوزرز يروحوا ل ا ديفرنت فيرجن اوف ذا اب. احنا لسه في الفايف سيز وبنتكلم عليهم بتفاصيل. اتكلمنا على الكونتينوس انتجريشن, الكونتينوس ديليفري وديبلويمنت, واتكلمنا على الفيتشر توجلز والريليس ستراتيجيز في الكونتينوس ديليفري اند ديبلويمنت. نتكلم دلوقتي على الكونتينوس تيستينج, هي البروسيس اوف اكزيكيوتنج اوتوميتد تيستس اند كومبيرينج اكتوال اوتكمز وذ بريدكتد اوتكمز. الدايجرام اللي قصادكم ده من كتاب اجيل تيستينج, هو كتاب قديم شويه وده كان ايه اسمه الاجيل تيستينج كوادرنتس. كان مقسم التيستينج في الاجايل انتو فور كوادرنتس. الكوادرنتس بتعبر على ايه اللي تكنولوجي فيسينج وايه البيزنس فيسينج وايه الحاجات اللي بتسبورت ذا تيم وايه الحاجات اللي بتكريتيك ذا برودكت. طبعا عشان هو كتاب قديم التايب اوف تيستس اللي موجوده في كل كوادرنت كان في بعضها وقتها كان اوتوميتد اند مانوال, في بعض التاني كان مانوال, في بعض التالت كان بيست بس على تولز. هاويفر النهارده كل الكوادرنتس دي كلها ممكن يتعمل لها اوتوميشن. النهارده تقدر تاوتوميت الفانكشنال تيستس, ولو انت شغال بي دي دي تقدر تاوتوميت التيستس بتاعتك يوزنج مثلا سبيسيفيكيشن باي اكزامبل, ممكن تعمل سيميوليشنز, ممكن تعمل اكسبلوراتوري تيستينج, يوزابيليتي تيستينج, اي بي تيستينج, يوزر اكسبتنس تيستينج, وممكن تعمل التست بتاعت الاليتيز السكيورتي والبرفورمانس وكده. كل ده باستخدام اوتوميشن, وكل ده باستخدام مش بس ريكورد اند بلاي تايب اوف فريم وركس, لا باستخدام برضو كود. فبالتالي الهدف من الدايجرام ده ان انا اوضح ان دي الحاجات اللي انت ممكن تاوتوميتها في التستنج بتاعك, وان كل ده النهارده ممكن يتاوتوميت وباستخدام كمان سكريبتس مش بس باستخدام تولز زي ما الكوادرنت الرابع موضح. فبالتالي مفيش حجه النهارده للديفلوبمنت تيمز او التستنج تيمز او حتى الاوبريشنز تيمز اللي عايزين يعملوا انفراستراكشر تيستينج او كايوس انجينيرنج ان هم ما يعملوش ده ان ان اوتوميتد مانر. اخر حاجه في الفايف سيز الكونتينوس مونيتورنج, هي الـ process of identifying threats to security and compliance rules of a software development cycle and architecture. ده التعريف الأصلي لـ what continuous monitoring is, لأن هو كان mainly رايح أكتر towards the security. خلينا فاكرين حاجة يا جماعة, إن واحدة من الحاجات بتاعت السكيورتي مثلا كانت الـ availability. طب ما أنت as an IT ops professional, ما انت لما بتبقى عندك زي داشبورد متابع بيها الـ resource utilization, الـ traffic, الـ IO rate, الـ performance, الكلام ده كله, ومتأكد ان كل ده بي comply with الـ rules بتاعت الـ architecture اللي هي الـ NFRs مثلا او الـ service level requirements, طب ما كل ده بيضمن الـ availability بتاعت الـ application, ان الـ application موجودة وبتسيرف فاليو لليوزرز. فنرجع تاني للبوينت بتاعتنا, إذن الكونتينيوس مونيتورينج هي بتدي الأوبس تيمز الكيبابيليتي إن هم يقدروا باستمرار يتابعوا الأبليكيشن من برسبكتيفز كتير باستخدام تولز, ويقدروا تقدر التولز دي تلقط لهم المشاكل وتقدر كمان تساعدهم في ان المشاكل دي توصل للناس الصح علشان تصلح المشاكل دي. ويمكن الكونتينيوس مونيتورينج ده مهم جدا جدا في العلاقه ما بين الديف والاوبس. ليه؟ لان انت لما بيبقى عندك بقى فيرست لاين وسكند لاين وثيرد لاين سبورت, لما بيبقى عندك اوتوميشن كويس والاسكليشنز بتتم بشكل اوتوميتد في السبورت تشين بتاعتك,
ده جميل جدا جدا، وده اصلا الهدف من الديف اوبس. ما الديف اوبس جت علشان تسهل الحاجات اللي زي كده. فساعتها الكونتينيوس مونيتورنج ده is a very very useful practice، ومهم جدا علشان فعلا نطبق الديف اوبس. انا اتذكر يعني من الاسبوع اللي فات او يمكن امبارح او كده، مش متذكر امتى بالظبط، كنت في حوار يعني ظريف مع واحد من زملائي، وكنا بنتكلم في ان كان بيتفرج على كورس من الكورسز وشرحت الديف اوبس الا الحته الاخيره دي، وهو كان حاسس ان يعني هي دي تعتبر الديف اوبس اصلا، يعني it's all about the monitoring. وانا بشارك وجهة النظر دي، حقيقي المونيتورينج is a very very important practice in DevOps. هنا انا بعمل بقى mapping ما بين الديفOps pipeline والfive C's. لو انت طبقت الcontinuous integration انت كده بقى عندك flow على level الكود والintegration والtesting، بقى عندك delivery وdeployment وتستنج بيتم على الانفايرومنتس مش بس يونت اند كومبوننت تيستنج. يبقى انت كده بقى عندك فلو من اول الكود لحد الديبلوي. ولما يبقى عندك كونتينوس مونيتورنج يبقى انت كده بقى عندك ا كومبليت ديف اوبس بايب لاين بيكفر الدنيا عندك من اول الكود لحد الاوبريشنز. دايجرام الاخير ده بيوضح بقى بعد كده تطبيق الفايف سيز وعلاقتها بالاجل سوفتوير ديفلوبمنت. ان انت دلوقتي تقدر تابلاي الاجل سوفتوير ديفلوبمنت ايا كان باستخدام انهي براكتسز ولا انهي ميثودولوجيز، اكستريم بروجرامينج، كامبان، سكرام او اني كاستم هايبريد. و اول ما انت بتخلص اليوزر ستوري تبتدي بقى اليوزر ستوري تخش بقى في الايه، في البراكتسز بتاعه الديف اوبس، واللي هي من زمان اصلا من البراكتسز بتاعت الاكستريم بروجرامينج. فنطبق الكونتينوس انتجريشن، الكونتينوس تيستينج، الكونتينوس ديليفري، ويبقى في فيدباك ما بين كل براكتس والتاني، وكده نبقى زي ما قلنا عملنا كفرنج للسوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل كامله بكمبليت اوتوميشن كولابوريشن انتجريشن ما بين كل الستيك هولدرز وبعضهم. اخر براكتس هنتكلم فيه هي الماتريكس. لو تتذكروا احنا قلنا في الديف اوبس مايند سيت احنا عايزين برضو الميجرمنتس. طيب ايه الماتريكس اللي مهمه اللي انا محتاج اجمعها؟ وطبعا دي بس سبست، لكن انا في اعتقادي هي دي اهم الماتريكس. محتاج تميجر المين تايم تو برودكشن والديبلويمنت فريكوانسي والافريج ليد تايم والديبلويمنت سبيد والبرودكشن فيلير ريت والمين تايم تو ريكفر. الستة ماتريكس دول لازم تجمعهم علشان تقيس الديف اوبس ادوبشن بتاعتك ماشيه في الطريق الصح ولا لا. هل انا بقيت ممكن ادبلوي ريليسز اكتر بير دي؟ هل قللت الوقت من ساعه ما السورس كود بيتعمل له كوميت على الفيرجن كنترول لحد ما بيوصل البرودكشن؟ هل عموما الوقت اللي بقينا ناخده من اول ما البيزنس بيطلب حاجه لحد ما بتوصل للبرودكشن هل الوقت ده قل؟ هل السبيد بتاعه الديبلويمنت بقت اسرع؟ بدل ما كانت مانيولي بتاخد ساعتين ثلاثه بقت دلوقتي بتاخد less than 10 minutes. الفيلير ريت على البرودكشن اخبارها ايه؟ هل زادت ولا هل نقصت؟ المفروض طبعا ان احنا نتارجت دايما ان هي تقل. طب المين تايم تو ريكفري اخباره ايه؟ يعني لما بتحصل ايشو على البرودكشن وده طبيعي يحصل، بناخد وقت قد ايه علشان نريكفر من الفيلير ده؟ بناخد دقايق، بناخد ساعات، بناخد ايام. كل دي ماتريكس مهمه انت محتاج تجمعها بشكل ما عشان تقيس الادوبشن بتاع الديف اوبس بتاعك. بكده نكون عملنا كفرنج للجزء بتاع البراكتسز. نتكلم على الجزء الاخير وهو جزء التكنولوجيز. في حاجه في الديف اوبس اسمها الديف اوبس تول تشين، هي بيزيكلي نفس الفيزز اللي في الديف اوبس بايب لاين، لكن متسقط عليها مجموعه التكنولوجيز اللي انت ممكن تستخدمها ات ايتش فيز. ف
دي طريقة أنت ممكن تعرف بيها what technologies to use at each phase، وبيسموا الـ diagram ده DevOps tool chain. واحدة من الطرق التانية الـ DevOps periodic table اللي زيبيا لابز بتعمل له publishing كل فترة، زي كده الـ periodic table of elements اللي أخذناها في الكيمستري، ده الـ periodic table of DevOps technologies معمول لها categorization زي ما أنتوا شايفين التكنولوجيز اللي related بالكلاود، containers، release management، etc. بحيث انك انت ايه لو انت في مرحلة محتاج انك عايز تأدوبت تكنولوجي معينة لي practice معين زي مثلا continuous integration، هتروح تبص على الكالر كود وتشوف كده ايه التكنولوجيز اللي موجودة. اه والله ده في GitLab CI، ده في Travis، ده في Circle CI، ده في جينكنز، ده في ده في ده في، وتبتدي بقى ايه تعمل كومباريزن على حسب الايه الريكويرمنتس بتاعتك. هنتكلم دلوقتي على مجموعه essential and trending technologies، تكنولوجيز بنعتبرها كور تكنولوجيز في الديف اوبس ادوبشن، وتكنولوجيز ثانيه trending يعني ايه هي جديده والناس ابتدت تعملها ادوبشن. الليستة قدامنا، هنبتدي بقى نتكلم على الايتمز اللي في الليستة دي بتفاصيل. طبعا اول تكنولوجي وتعتبر انيبلر للديف اوبس وكذلك انيبلر للمايكرو سيرفيس اركيتكتشر، واللي هو يعتبر واحدة من الاركيتكتشرز اللي بتنيبل الديف اوبس وكذلك الديف اوبس بتعمل له انيبلينج، هي الكونتينرز. كونتينرز ار ا فورم اوف اوبريتنج سيستم فيرتشواليزيشن، وير انك انت بتقدر ترن الابلكيشنز بتاعتك in isolation of other applications، بس انت بتبقى حاطط بس الديبندنسيز بتاعتها in terms of binaries and libs، لكن مفيش guest operating system. فبالتالي كده انت بتضمن البورتابيليتي طالما it will be deployed على الاوبريتنج سيستم اللي عليها الكونتينر انجن بتاعك، وبتضمن ان الحاجة دي هتبقى لايت ويت، فبالتالي البيلدينج بتاعها هيبقى سريع، وانها تترانسفر من حتة للتانية هتبقى سريعة، والرامب اب تايم بتاعها برضو هيبقى سريع. ويمكن من اشهر الكونتينرايزيشن تكنولوجيز هو طبعا دوكر وكونتينر دي والاكسي. كونتينر اوركستريشن، الكونتينرز لوحدها مش كفاية، لما تبتدي بقى عايز تديبلوي الكونتينرز دي على multiple machines، عايز تبتدي تسابورت networking، عايزهم يسكيلوا automatically، عايزهم لما يفيلوا يقوموا تاني automatically وهكذا، انت محتاج حاجة تعمل container orchestration. في تكنولوجيز كتير بتعمل كده وهي مهمة جدا جدا في المجال بتاع الكونتينرايزيشن، يمكن أشهرها كوبرنيتس، لكن في تكنولوجيز كتير اللي احنا بنسميها دلوقتي الكاس اللي هي الكونتينر أز سيرفيس، زي مثلا الإلاستيك كونتينر سيرفيس بتاعت AWS ECS. كل دي بلاتفورمز بتتيح لك انك تعمل اوركستريشن للكونتينرز بتاعتك، لانك انت استخدام بس دوكر لوحده أو أي containerization technology لوحدها is not enough طالما أنت deployed على cluster فيها multiple nodes وهكذا. طبعاً Kubernetes is not the only technology، في Apache Mesos، في Docker Swarm، وفي برضو HashiCorp Nomad. Infrastructure as Code، واحدة من التكنولوجيز مهمة جداً 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 في الـ DevOps. زمان لما كنا بنحب نقوم الانفراستراكشر بتاعنا ونعمل له كونفيجريشن، كنا بنعتمد في ده على تولز كلها كانت يو اي او سي ال اي. طبعا الكلام ده يعني لما كان بيبقى ريبيتيتيف كنت لازم تعتمد على دوكيومنتيشن ومانيوالز وحاجات كده، وكانت العمليه ايه يعني time consuming و error prone، لأن بني آدمين بيعملوا كده. فظهر concept infrastructure as code، إن أنا أقدر أمانج و أبروفيجن الانفراستراكشر بتاعي وأعمل له configuration بدل ما استخدام
interactive configuration tools لا تبقى باستخدام scripts. فبالتالي السكريبتس دي ممكن اكسكيوتها اي عدد من المرات انا عايزها. السكريبتس دي هتبقى مينتينابل، هتبقى موجوده على فيرجن كنترول، نقدر نعدل عليها وقت ما احنا عايزين، وسمحت لنا بعد كده ان احنا كمان ابلاي كونسبت التستنج، لان طالما في كود يبقى ممكن يكون برضو في تستنج. والتولز اللي مشهوره في كده انسبل، تيرافورم، شيف، وبابت، واعتقد مؤخرا بلومي لو انا يعني متذكر ايه الاسم صح. من ضمن التكنولوجيز برضو التكنولوجيز بتاعت الانفراستراكشر تيستينج والكايوس انجينيرينج، زي ما الديفلوبرز بيتستوا السيستمز بتاعتهم، الاوبريشنز تيم لازم برضو يتستوا الانفراستراكشر بتاعهم، يتاكدوا ان هو قام مظبوط، ويتاكدوا ان هو resilient و robust وبيperform وبيscale وهكذا. ففي tools كتير بتعمل الكلام ده. من ناحية الـ automated infrastructure tests في nspec, rspec, server spec، كل دي tools بتخليني اقدر اكتب scripts. الـ scripts دي بتست الـ infrastructure بتاعي بعد ما يقوم، وتتأكد ان هو قام مظبوط، قام x number of volumes، x number of vms، الـ VPC قامت بالconfiguration الفلانية وهكذا. برضو في tools عشان الـ chaos engineering، التولز دي بتخش بتبتدي توقع لك حاجات في السيستم، قصد عشان تشوف السيستم بتاعك هيبيهيف ازاي، هل هي auto recover، هل اجزاء منه هتبقى شغالة واجزاء تانية هتقع، هل فـ chaos engineering ده من الطرق الجميلة جدا جدا في testing robustness و resilience بتاعت الانفراستراكشر بتاعك والسيستمز بتاعتك. وفي بقى الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الcontinuous testing او التست automation، التولز بتاعت الperformance tests والsecurity والpenetration testing زي JMeter، WASP، ZAP، Quantix، SBT، Locust وهكذا. طبعا التولز بتاعت الكايوس انجينيرينج، كايوس ماش، كايوس تول كيت، جريملين، ليتمس، كايوس مونكي وهكذا. من ضمن بقى الاميرجينج تكنولوجيز السيرفيس ماش، واللي بتستخدم لما انت تبقى بتطبق المايكرو سيرفيس اركيتكتشر. الدنيا في المايكرو سيرفيس اركيتكتشر لما بتوسع قوي بيبتدي يبقى عندك مايكرو سيرفيسز كتير، بنبتدي نشوف الشكل اللي في الصوره اللي فوق، سيرفيسز كتير بتكلم بعضها، وبتبتدي بقى عملية المونيتورينج والتريسينج واللود بالانسينج والسيكوريتي بتبقى صعبة جدا جدا. يعني من الآخر المانجمنت بتاعت المايكرو سيرفيس اركيتكتشر بتبقى صعبة جدا جدا. فظهرت السيرفيس مش هي عبارة عن ديديكيتد انفراستراكشر وكوميونيكيشن لاير علشان تفاسيليتيت السيرفيس تو سيرفيس كوميونيكيشن باستخدام حاجه اسمها السايد كار بروكسي. السايد كار بروكسي ده زي كده كونتينر بيرن نيكست تو الكونتينر بتاع الابلكيشن بتاعتك، وكل الترافيك اللي رايح واللي جاي على المايكرو سيرفيس بتاعتك بيعدي من عليه، بحيث ان عن طريق البروكسي ده تقدر اوبزرف الترافيك اللي رايح واللي جاي، وتقدر تعمل advanced traffic management، تقدر مثلا تعمل canary releases، blue green deployments عن طريق البروكسي ده، تقدر تسكيور الكونكشن باستخدام مثلا mutual TLS وهكذا. فالسيرفيس مش دلوقتي ابتدت تبقى trending technology بالذات في المايكرو سيرفيس architectures. و هوبفلي ان شاء الله انا عندي سيشن اخر الشهر تبع الديف اوبس دايز بتاع السنه دي، هتكلم على اسيتيو which is a framework that is used for service mesh على كوبرنيتس. فالناس في كل انترستد تتعلم service mesh there will be a session very soon about this topic. كده عملنا covering للديف اوبس من ناحيه المايند سيت، البراكتسز والتكنولوجيز. تعالوا بقى نتكلم على المستقبل. نتكلم الأول على المستقبل بالنسبة لك أنت as a software professional.
انت عايز تتعلم ديفوبس او عايز تزود معلوماتك في الديفوبس، تتعلم ايه؟ الرود ماب اللي قدامكم دي انا واخدها زي ما هي، حتى التويتر هاندل بتاع الشخص اللي عاملها موجود في الصورة. دي التوبكس اللي انت محتاج تتعلمها. محتاج تتعلم لينكس اوبريتنج سيستم، بيزك نتوركينج، يامل لانه مستخدم في دي اس ال كتير في مختلف التولز اللي هتستخدمها. محتاج تتعلم فيرجن كنترول، كلاود، كونتينرايزيشن، كونتينر اوركستريشن، سي اي سي دي، اي اي سي، كيوس انجينيرينج، اوبزرفابيليتي، وهكذا. طيب دي كده الرود ماب. اللي حابب يعرف بقى تحت كل بند هيحتاج يبص على كتب ايه او يذاكر كورسات ايه، سكانوا الكيو ار اللي قدامكم ده، واللي برضو ممكن ترجعوا له من على السلايد شير، هيوديكوا على ارتكل انا عملت لها ببلش على لينكدين فيها الريكومندد كورسز اند بوكس لكل توبيك. وكتير جدا جدا من الكورسز والكتب دي انا شخصيا ذاكرتها، فهي متجربة والتيمز اللي أنا بشتغل معاها برضو ذكرت منها، فهي recommended readings وresources للرود ماب اللي قدامكو دي. ويمكن أنا حاطت التاتش بتاعتي. I think in a DevOps engineer أو any software engineer should study system design. نفس التوبكس اللي أنت بتذكرها لما بتحب تخش انترفيو مع الفانج كومبانيز، فيسبوك، امازون، نتفليكس، وهكذا. فسكانوا الكيو ار، خشوا على اللينك وهتلاقوا ريكومندد ريسورسز للرود ماب اللي قدامكم دي، وشويه كده ايه حاجات زياده انا بريكومندها من واقع خبرتي في الديف اوبس، اللي انا شغال بالديف اوبس من 2016. طيب ايه الرولز اللي انت ممكن تلعبها في الديفوبس فريمورك؟ الاولد رولز ستيل كاونت. انت كديفلوبر او تيستر او بيزنس انت تقدر تشتغل بالديفوبس. زي ما انتوا شايفين في تولز وتكنولوجيز وبراكتسز كتير انت بتعملها على ليفل البلانينج والكودينج والبيلدينج والتستينج. فحتى لو انت مش واخد تايتل من التايتلز بتاعت الديف اوبس، انت ستيل تقدر تشتغل ديف اوبس وعندك حاجات كتير جدا جدا تقدر تتعلمها. وفي رولز جديده ظهرت مع ظهور الديف اوبس زي السايت ريلايبيليتي انجينير، كلاود انجينير، والديف اوبس انجينير. ويمكن دول الشغل بتاعهم اما بيبقى رايح اكتر توردز الاوبريشنز، او بيبقى هو حلقه الوصل ما بين الديف والاوبس. وطبعا الناس بتوع الاوبريشنز لسه شغلهم زي ما هم شغالين في حته الاوبريشنز وحته المونيتورينج زي ما هم بالظبط، لكن باستخدام تولينج احسن واوتوميشن احسن. دي شيدز اوف الديفوبس رولز، من اول الديفلوبمنت لحد البرودكشن، ومن اول الحاجات القديمه لحد الحاجات الجديده. فزي ما انتم شايفين في مسميات كتير جدا كانت موجودة من قديم الأزل، زي Release Engineer، Build Engineer، Test Engineer، Software Engineer، Agile Coach، وهكذا. وفي بقى المصطلحات الجديدة Data Ops، ML Ops، DevOps Engineer، وهكذا. كل دول يقدروا يشتغلوا في الايه في DevOps. طبعا كل واحد بيتعلم تكنولوجيز غير التاني، كل واحد بيبقى عنده practices بيشتغل فيها غير التاني، كل واحد عنده responsibilities غير التاني، لكن كل دول يقدروا يشتغلوا في الـ DevOps. ويمكن ليا هنا تعليق، لما بنقول software engineer قصدنا all software engineers، web، mobile، back end، desktop، كلكم تقدروا تشتغلوا في الديفوبس. انت كديفلوبر ايا كان انت شغال على انهي بلاتفورم، انت المفروض انك بتكتب تيستس، انت المفروض انك بتبني السي اي بايبلاين بتاع الابلكيشن بتاعتك، وهكذا. ايا كان انت ديفلوبر ايه، لان في ناس عندها اعتقاد ان الديفوبس دي حاجه بتاعت باك اند بس، لا، حتى بتاع الموبايل يقدر يبني ديفوبس بايبلاين. كل حاجه هتمشي زي ما هي،
لكن انت في الاخر بدل ما بتديبلوي على سيرفر انت بتديبلوي مثلا بتببلش الاي بي كي بتاعك مثلا على جوجل بلاي او على واحده من الديستريبيوشن بلاتفورمز الثانيه اللي بتستخدم في الحاجه دي. فالديفوبس يا جماعه مش بس حاجه للباك اند، لا، اي حد بيشتغل في السوفت وير ديفلوبمنت المفروض ان هو يقدر برضو يشتغل في الديف اوبس. تعال نشوف بقى واتس نيكست بالنسبه للديف اوبس بوجه عام، واحنا خلاص ايه قربنا نخلص المستقبل بقى بتاع الديف اوبس. في بيز ديف اوبس، ديف سيك اوبس، نو اوبس، ام ال اوبس، ويمكن ده اللي انا هتكلم عليهم. في حاجات تانية ممكن انتوا تقروها زي everything as code، ان احنا عايزين كل شيء نقدر نكتبه as code او as script. continuous everything، ان اي حاجة نقدر نخليها تحصل continuously through automation، زي مثلا ال documentation. في حاجة اسمها دلوقتي continuous documentation. ال eBPF هتكلم عليها عشان السيرفس مش. وفي النو واللو كود بلاتفورمز ابتدت تبقى very popular دلوقتي. فالطريقة اللي احنا هنتست وهندليفر الحاجة دي into production وهنمونيتور بيها الحاجات دي محتاجة برضو تفكير، لان دي بلاتفورمز ما فيهاش كود، كل حاجة فيها black box. انت ممكن يكون مالكش access اصلا على الانفراستراكشر بتاعها، طب هتعمل المونيتورينج ازاي وهكذا. فكل دي challenges هتقابل الـ DevOps في المستقبل. واللي ممكن فيكو اللي حابب بقى يعني يضيف يخش برضو في المجالات دي. الـ DevOps أو الـ Best DevOps، في ناس بتسميها الـ DevOps 2.2، هي basically إن إحنا عايزين البيزنس كمان يستفيد من أي حاجة بتحصل على level الـ Operations. احنا اتكلمنا على الكونتينيوس مونيتورينج. الكونتينيوس مونيتورينج يمكن له حاجتين اتنين. اول حاجه مونيتورينج الابلكيشن بيرفورمانس، ودي يمكن الحته التكنيكال، السي بي يو يوسج، الميموري يوسج، الديسك سبيس يوسج، الترافيك وهكذا. بس في برضه مونيتورينج بتاع اند يوزر بيهيفير، زي الحاجات بتاعت الاناليتكس مثلا، كان عندك كام فيزيتور على الويب سايت بتاعك، ايه الفيتشرز اللي موست اكسسبل، ايه الفيتشرز اللي الناس ما بتستخدمهاش، وهكذا. كل ده يعتبر برضو continuous monitoring. ففي انواع من انواع المونيتورينج مهمه بالنسبه للناس بتوع البيزنس، اللي هي الاند المونيتورينج بتاع الاند يوزر بيهيفير اللي بيحصل عن طريق الريل تايم اناليتكس. فده اللي عمل الموفمنت بتاعت البيز ديف اوبس، ان احنا عايزين نليفرج اي داتا او اي اوتوميشن او اي تولينج على ليفل الاوبس، بحيث ان ده يفيدباك تو بزنس، بحيث ان هما ياخدوا داتا دريفن ديسيجنز. الديفسك اوبس هي كل يعني زي الكلام اللي انتوا سمعتوه، زي ما احنا دخلنا الناس بتوع الاوبريشنز بتاعتنا، عايزين برضو ندخل الناس بتاعت السكيورتي من بدري معانا، وتبقى السكيورتي دي يعني حاجه بتطبق الشيفت ليفت مايند سيت، بنطبقها ات افري ستيج اوف ذا سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، من اول الريكويرمنتس، ان احنا بنتاكد ان الريكويرمنتس دي ما فيهاش اي فولنربيليتيز ممكن تضيع البيزنس بتاع الorganization اللي احنا بندليفر ليها software، لحد ان الحاجة على الـ production environment secured كـ firewalls وكـ security policies وكـ authentication authorization وكـ protection من الـ DOS والـ DDoS وهكذا. النو اوبس هي كونسبت انك انت ممكن الاوتوميشن عندك يوصل لدرجه انك انت ممكن ما تحتاجش اوبريشنز تيمز اني مور،
يبقى كفاية جدا التولينج اللي موجود والديفلوبمنت تيمز هي اللي تهندل الاوبريشنز. ويمكن في شركات كتير جدا دلوقتي ابتدت عايزة ترانزيشن من الديف اوبس او الديف سيك اوبس للنو اوبس، ان احنا عايزين ما يبقاش عندنا اوبريشنز تيمز وان الناس دي تبقى ريبليس توتالي باي اوتوميشن، او مش توتالي totally. مستحيل انك تبليس هيومن بينجز توتالي، بس ايه تو ا جريت اكستنت باي اوتوميشن. الناس اللي شغاله في الماشين ليرنينج والديتا ساينس، انتوا كمان عندكم حاجه زي الديف اوبس اسمها الام ال اوبس. الناس بتوع الماشين ليرنينج والديتا ساينس عندهم سايكل من اول ما بيجمعوا الديتا لحد ما بيبنوا المودلز اللي هم عايزينها باستخدام الديب ليرنينج ميثودز او الكلاسيكال ماشين ليرنينج ميثودز. والمودلز دي بيبقوا عايزين يعملوا لها ديبلويمنت علشان تسيرف الاند يوزرز وتبروفايد انفيرنس او بريدكشن. فبالتالي في حاجه دلوقتي اسمها الام ال اوبس، ان برضو عندنا مجموعه من البراكتسز والتكنولوجيز بتساعدنا على ان احنا نبريدج الجاب ما بين الناس بتوع الماشين ليرنينج والناس بتوع الاوبريشنز. ويمكن اللي قدامكم ده از ان اكزامبل اوف ان ام ال اوبس سايكل، من اول الديتا كولكشن او جاذرنج لحد ما انت بيبقى عندك تريند موديل بترفعه على some sort of registry. زي كده ما انت بيبقى عندك السوفت وير بتاعك packaged شكل دوكر كونتينر او whatever او دوكر ايمج انا اسف، بترفع على registry وبعد كده بيبقى ليها التكنولوجيز اللي بتعمل لها serving وبتقدم الموديل ده through some sort of API علشان الموديل يبروفايد الاند يوزرز with البريدكشنز اللي هم عايزينها او الانفيرنس اللي هم محتاجين. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيوتشر تكنولوجيز هي الاي بي بي اف. اتكلمنا على السيرفيس مش، وقلنا ان السيرفيس مش بتتم عن طريق حاجه اسمها السايد كار بروكسيز. كل حاجه بتيجي اتا كوست. السيرفيس مش الكوست بتاعه ان السايد كار بروكسيز دي بتاد ليتنسي او بتاد اوفر هيدز. فبالتالي الاي بي بي اف دي تكنولوجي في اللينكس بتتيح لي ان انا اقدر ارن ابلكيشنز انا كاتبها على اللينكس كيرنل. ولو فكرتوا فيها كده، انا اي ترافيك رايح جاي على الابلكيشن عندي طبيعي انه لازم يعدي على اللينكس كيرنل بتاعي. طب ما بدل ما يبقى السايد كار بروكسي ده فوق الكيرنل، ما اخليه بيرن جوه الكيرنل، فبالتالي كده هيبقى البرفورمانس بتاعه احسن وهتبقى الليتنسي شيء غير محسوس بالمره. ف this is a revolutionary technology هتخلي السيرفيس مش ما فيهوش التريد اوف بتاع الادد اوفر هيدز والليتنسيز، وده هيفرق كتير جدا جدا في البرفورمانس بتاع الابلكيشنز ان ذا فيوتشر. دي كانت السيشن بتاعت النهارده، اتمنى تكون يعني وجدتوها يعني مفيده. اشكركم جدا جدا. الكيو ارز دي فيها الايميل بتاعي واللينكدين بروفايل واليوتيوب شانل بتاعتي. سكانوا الكيو ارز او السلايدز موجوده على سلايد شير، فيها اللينكس بتاعت الايميل واللينكدين واليوتيوب. تقدروا برضو تسكانوا الكيو ار ده او تخشوا على اللينك اللي على صفحتي على اللينكدين. انا عندي assessment models workshops ومنتورشيبس وسيشن تانية ممكن اقدمها في الديف اوبس. لو انت شركة مطبق الديف اوبس وعايز تشوف الماتيوريتي بتاعت الديف اوبس adoption بتاعك، I can deliver a workshop للتيمز بتاعتك بحيث ان احنا نقيس الماتيوريتي بتاعت الديف اوبس adoption بتاعتك ونعمل recommendations ل how to continuously improve the DevOps adoption.
عندي workshop لل enterprises لو حابين يأدوبتوا ال DevOps. بعمل hands-on DevOps mentorship one-to-one, وعندي sessions كتير على اليوتيوب channel بتاعتي في topics related بال DevOps زي ال service mesh, serverless architectures وال continuous delivery باستخدام التكنولوجيز اللي قدامكم دي. feel free انكم تخشوا على الكالندري بتاعي وتبوكوا a time slot معايا ونشوف ممكن ندليفر الحاجات دي مع بعض ازاي. شكرا جزيلا. انا كده وقفت الريكوردينج. انا available للاسئله معاكم ان شاء الله لحد 4 الصبح, فلو حد عنده اي اسئله اتفضل.